أرفض. أرجوك يا أرفض، أرجوك، مدام فردوس جاية عشان توضح موقفها للعيلة. موقفها واضح، بس يظهر إن في شوية تفاصيل إحنا لسه ما نعرفهاش. قبل ما تفهمي الموضوع غلط، أشرف ده ابني أنا. من فضلكم تدوني ولو نص ساعة من وقتكم أشرح لكم فيها الموضوع، وبعديها الحكم ليكم. الحكاية بتأمر واقع يا مدام، مش هتفرق إنك تحكي أو تشرحي، أنا إذنك. من فضلك يا مدام ألفت، ما تزوديش إحساسي بالذنب أكتر من كده. أنا لو كنت أعرف إن وجودي في مصر هيسبب اللخبطة دي كلها كنت فضلت برا وما رجعتش. فاكره لما تيجي تحكي لنا كم حدوته متلفقه هنصدقك ونرضى بالامر الواقع؟ ألفت، لو سمحتي، انا متهيألي انك بتثقي فيه، عشان كده انا سمحت لنفسي ان اعمل الاجتماع ده بالنيابه عن سعد عشان اوضح اللبس اللي حصل. لبس ايه؟ الهانم اتجوزت جوزي اعترف ان اللبس. ماما مش هيجرى حاجه لما نسمع الكلام اللي عند أمك الفوزي والمدام، وكده كده حضرتك اللي هتحكمي. والله عال، دي من قبل ما تبدا تحكي ولادي بقوا في صفها. ألفت، لو سمحتي، الوقت قليل واحنا لازم نخلص مناقشه الموضوع ده ونقفله تماما قبل ما خالد يرجع وقبل ما نشوى تنزل من فوق، ودي رغبه سعد شخصيا. وليه يا انكل؟ وخالد ونشوى ما يسمعوش هما كمان معانا التفاصيل ليه؟ ولا هو سر؟ ايوه سر، سر هيتقال دلوقتي وهيموت دلوقتي، وغير مسموح انه يخرج بره العيله ولا بره قعدتنا دي لاي سبب من الاسباب. ده بعد اذنكم. معلش يا ألفت، عشان خاطري اقعدي واسمعي اللي عند مدام فردوس. اتفضلي يا مدام. اقعدي. ولا انا اسمي فردوس محمد الغنام، وكنت بشتغل محاسبه في فرع دالي جروب في العراق. من حوالي 12 سنه تعرفت على المهندس المعماري علي السعداني، واتجوزنا هناك، خلفنا ابني أشرف. ده علي كان واحد من المهندسين التنفيذيين لمشروع المطار اللي كان بينفذه سعد بيه هناك. ومن حوالي 5 سنين توفى جوزي أثناء تنفيذ المشروع، وجالي سعد بيه بنفسه علشان يعزيني. الباقية في حياتك يا ست فردوس. حياتك الباقية يا سعد بيه. الباقية في حياتك يا هانم فوزي الدالي. حياتك الباقية يا فوزي بيه. اتفضل مستريح. احنا اسفين، عارف ان المرحوم علي توفى من اكتر من شهر ونص، بس انا ما عرفتش الا امبارح لما جينا هنا نعين المشروع. كتر خيرك يا سعد بيه، وما نجيلكش بحاجه وحشه. وانا اطمنت بشؤوني القانونيه انك صرفتي كافه مستحقات المرحوم كامله. الحمد لله. مش ناقصك اي حاجه؟ في الحقيقه انا ليا طلب صغير عند حضرتك، وبالنسبه لي حياه او موت. قوي قوي تحت امرك. خير؟ كنا مخططين انا وعلي ان احنا نرجع مصر السنه دي، لكن بعد ما توفى حساباتي كلها اتغيرت. مش فاهم ايه المطلوب بالظبط. انا جوزي اساسا من الصعيد، ولما يعرفوا اخواته ان انا رجعت مصر بالولد هيبقى قدامي حل من الاتنين، يا اما اسلمهم الولد يا اما اتجوز واحد من اخواته علشان الولد يتربى في وسط عيلته. وانا بعد المرحوم علي زهدت الدنيا، ومش عايزه حاجه من الدنيا ابدا غير اني افضل هنا وربي ابني وأقضي عمري في خدمته. بسيطة فوزي، اصدر تعليماتك باستمرار شغلها هنا، ولما يخلص المشروع اللي هي بتشتغل فيه ننقلها على أي مشروع جديد. حاضر، تحت أمرك. وبعد زيارة سعد بيه بشهرين تقريبا جالي موظف من المشروع قبل ما انزل شغلي الصبح. صباح الخير يا ست فردوس. صباح الخير، أي خدمة؟ أنا مهنة، عمل الصب في المشروع اللي كان مسؤول عنه الباش مهندس علي، الله يرحمه ويقدس روحه. خير يا مهنة؟ معلش يا ست فردوس، الكلام اللي عندي خطير جدا، ما ينفعش يتقال وأنا واقف على الباب هنا. وأنا ست عايشة لوحدي وما ينفعش أستقبلك. معلش، سيب الباب مفتوح، بس أرجوكي اسمعيني بسرعة، الوقت حدايق قليل. طيب.
تفضل. أنا جاي بخصوص الباش مهندس علي ووفاته. أنا ما كنتش قادر أتكلم الفترة اللي فاتت دي يا ست الكل عشان ما تأذيش وما انقطعش عيشي، لكن دلوقتي أنا معايا تذكرة السفر وكل الحكاية ساعتين تنين بس وارجع بلدي، وقلت أخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى. شكرا. خير يا ست فردوس. هنا قال لي إنه جاسم احتك بعلي قبل الحادثة بيومين، وعلي كان دمه حر، رد له الإهانة قدام العمال. بعدها بيومين مهنا كان رايح يستلم ورديته عند الفجر، قام سمع دوشة، وقف ورا الخلاط علشان يراقب الخناقة اللي كانت بين علي وجاسم. قام شاف جاسم وهو بزق علي ناحية فتحة الخلاط وهو داير. علي رجله اتسحلقت، حاول يقاوم ما قدرش. قام جاسم خد حجر كبير وضربه على ايه يا ست فردوس؟ تسمحي لي بالتليفون؟ تفضل. الو، وصلني فوزي بيت دالي لو سمحت. يا فوزي، انا هنا عند الست فردوس. اسمع، كان في واد شغال عندنا هنا اسمه مهنا نزل مصر، تكلمهم يبعته لنا على اول طياره جايه من مصر بكره. بعدين اقول لك ايه اللي حصل. مع السلامه. ست فردوس، بكره تقدمي طلب للسلطات هنا باستخراج الجثه، واحنا كمجموعه هنقدم طلب بعرض الجثه على الطبيب الشرعي عشان نعرف اسباب الوفاه ايه. ربنا يبارك لك يا فندم، بس انا خايفه، لان مهنا قال لي انه المهندس جاسم مسنود ومش هيعدي الموضوع ده ببساطه. جوزك كان شغال عند سعد الدالي، وسعد الدالي ما تعودش ان يدمر رجالته ويروح حضر. يا فوزي، مساء الخير يا سعد. مهنا، يا مهنا، عملت ايه؟ خلصت ذمتي من ربنا يا سعاده البيه، وشهدت باللي شفته. مين سعد الدالي يا ست فردوس؟ ايه اللي حصل؟ قلقتيني. مش عارفة، بس جالي تليفون من شوية وبيهددوني. هما مين اللي بيهددوكي؟ وبيهددوكي بإيه؟ معرفش مين اللي كلمني، بس قال لي لو ما خدتش ابني ومشيت من البلد مش هيحصل لي طيب يا سعد بيه. طمني يا ست فردوس، ده إرهاب ليكي عشان تتنازلي عن القضية، وأكيد اللي اتصل بيكي ده حد من معارف أو قرايب الواد اللي اسمه جاسم ده، يعني بيهوشوكي. بس أنا خايفة على ابني. قلتلك ما تخافيش يا ست فردوس، أنا مش هسيب البلد هنا لحد ما يتحكم عليه وتاخدي حق جوزك. ربنا يخليك يا سعد بيه، ربنا يخليك يا رب. أهل جاسم جايين يعرضوا عليك دفع دية عشان تتنازلي عن القضية. فعلش 5000 دينار. 10000 دينار. 15000 دينار. ايش قلتي ست فردوس؟ ايه رأيك يا سعد بيه؟ التمن وصل ل 15000 دينار. أوافق ولا أفاصل معاهم؟ من غير ما تشورين سعد بيق، احنا ما نريد نطلع منا من غير ما نتفاهم، حتى لو ادفع لك 20000 دينار. 20000 دينار؟ ده تمن دم جوزي ولا ده تمن انقاذ جاسم ابنكو؟ ما تحشي سعد بيق. هي سألتكو سؤال وانتو ما جاوبتوش عليه، الدية دي تمن مين في الاتنين، ابنكو ولا جوزها؟ تخليهم 25000 دينار. انا هريحكم من التعب اللي انتو فيه. لو سعد بيه قال لي بيعي دم جوزك، هبيع دم جوزي. أبيع دم جوزي يا سعد بيه؟ متهيألي المسألة دي ما تخصكيش لوحدك، ابنك أشرف كمان لازم يوافق على بيع دم أبوه. أشرف ابني لسه صغير، وأنا واثقة إنه عمره ما هيفرط في دم أبوه. يعني أنت وأشرف طالبين القصاص؟ حق ربنا، العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس. وأنا مين عشان أطلب من إنسان إنه يخالف شرع ربنا؟ بس الله والرسول قبلوا الدية. وقالوا كمان ان اهل القتيل لو رفضوا الدية شرع الله يتنفذ. وانا مش هقبل يا سعد بيه الا ان جاسم واهل جاسم يدفعوا تمن جوزي. هذا حكي خطير ست فردوس، لازم تنتبهين لنفسك بعدين. لحظة يا ست فردوس،
أنا ما قبلتش أجي معاكم هنا إلا عشان تسمعوا بودانكم رد الست فردوس، مش عشان تهددوها قدامي. المقابلة انتهت، نتقابل في المحكمة. هيا ألفت. ألو، سامعك تشاش. المأمورية اللي جيتها هنا اتقضت الحمد لله، يعني يمكن بكرة حسب ظروف الطيران. بوسيلي الولاد. بقولك ايه، قول الرفي. مفيش فايدة في التليفونية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها طمني يا سعد، ايه الاخبار؟ طمني انت، الحكم صدر؟ القضية تأجلت اسبوع. ست فردوس، انا مش عاوز ابوظ فرحتك بالحكم، بس انا شايف ان استمرار وجودك هنا بعد تنفيذ الحكم هيبقى صعب قوي. حضرتك شايف ايه؟ يعني انا بشوف انك تروح تشتغلي في المجموعة في الكويت. حاضر يا فندم، اللي تشوفه انا تحت امرك فيه. خش شوفي اشرف وانا هشوف ايه اللي حصل. جسد يا رب. سيادتك من الحاجات اللي قلت لك عليه؟ انتوا ازاي بتتهجموا علينا؟ اللي حصل ده انا ربطه تماما. اهدى اهدى يا سعد بيك، احنا هنا بننفذ القانون. قانون ايه؟ ده اتهام حقير. هي سمعة الناس ومصايرهم بقت رخيصة للدرجة دي؟ الواقعة ثابتة، راح تتحول للمحكمة حتى يحكمون بيها. الست دي شريفة، واللي حصل لها ده في الإسلام اسمه قذف محصنة، وعيلة جاسم هي اللي عاملة كده. عايزة تسوي سمعتها وسمعتي لأنها بتطالب بحق جوزها اللي اتقتل على إيد واحد من ولادها. اسمعني بالتليفون. تليفون اتفضل. لو سمحت ممكن اكلم سياده الرئيس؟ قول له سعد الدالي محتاج الامر ضروري. معاك يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. فوزي الدالي المدير التنفيذي لمشروع المطار وابن عم سعد الدالي. اتفضل. ايه يا سعد في ايه؟ لحظة واحدة. ألو؟ ألو؟ يا سيادة الرئيس، أنا سعد الدالي. أنا محجوز في قسم شرطة. متهمين نزول في قضية زنا مع حرم المهندس علي السعداني اللي اتقتل، وحكيت لسيادتك على حكايته. نعم؟ حاضر. اتفضل. نعم؟ ألو؟ نعم سيادة الرئيس. نعم سيدي، أنا بنفس اللي حققت بالموضوع سيدي. لا سيادتك كانوا قاعدين بالصالة. الست فردوس؟ نعم سيدي، بس سيدي تتعرف القانون. أنا بنفس اللي قاعد أحقق بالقضية. نعم. نعم. الأستاذ سعد مع سيادتك، تفضل سيدي. يا سيادة الرئيس. لا سامعك، سامع حضرتك كويس. نعم؟ أيوة، لكن ده معناه إن أنا بعترف إن أنا عملت حاجة غلط. سيادة الرئيس؟ أيوة السيد. ما حاضر، وأسف على إزعاج سيادتك، معلش. في أمان الله. في أمان الله. اسمح لي اتكلم معها على انفراد. تفضل. الله، هو في مفيش حل للورطه السخيفه دي غير كده؟ بس ده ظلم يا سعد بيه، وربنا ما يرضاش بالظلم ده ابدا. معلش، نعمل اللي هم عايزينه دلوقتي وبعدين ليا تصرف تاني. خلاص اللي تشوفه يا سعد. حضرت الضابط، عشان نوصل لحل انا هنفذ الامر بيه السيد الرئيس. أنا والست فردوس هنتجوز. مش عايز أي حد في مصر يعرف حاجة عن الموضوع ده، وأنا بكرة الصبح هعدي السفارة المصرية هنا أطلق فردوس. طب ألفت يا سعد؟ ألفت بالذات مش لازم تعرف حاجة، ممكن تفهم الموضوع غلط. وكان أقل شيء أعمله للراجل اللي أنصف ابني وستر عرضي في الغربة إني أجي أطمن عليه وأرد له الجميل اللي عمله فيا. بس ما كنتش عارفة ان كل ده كان هيحصل. انا بجد يا جماعة اسفة على كل المشاكل والاحزان اللي حصلت بسببي.
مدام ألفت، أظن حضرتك أكتر واحدة عارفة شهامة سعد بيه. أنا يا جماعة أسفة مرة تانية ومستعدة لأي طردية تطلبوها مني.